السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اخواتي الكرام، مرحبا بكم في قناه متخضاري. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم عصير كيجي سهل ولذيذ بزاف، نتمنى انكم تجربوه، وبطبيعه الحال اقتصادي، يعني غادي ينفعكم بزاف في رمضان. في عجبتكم الوصفه ما تنساوش انكم تابوناو في لاشين باش توصل بجديد الوصفات، كذلك ما تنساوش انكم تدعموني بلي لايك ديالكم. فعلى بركه الله غادي نحتاج جزر، كما كتلاحظوا معايا انا الجزر قطعته قطع اما دائريه واما صغيره باش يتسلق لي دغيا كما كتلاحظوا. عاد غادي نضيف له الماء. هنايا عندي الليمون، هنايا درت 4 حبات جزر، هنا 3 حبات ليمون او برتقال، هنا عندي 3 حبات من الخوخ، وعندي ملعقتين من سكر سنيده. يعني نتوما الا كتبغيو العصائر حلو فما عليكم الا انكم تضيفوا يعني السكر بزاف. هنايا هذا الجزر هذا اللي غادي نرد يتسلق، غادي نضيف معاه الليمون، وغادي نضيف معاه الخوخ، على هذا الشكل هذا، وغادي نضيف الماء، الماء يعني اللي غادي يكفيني باش غادي نسلق الجزر. كما كتلاحظوا انا درت نصف لتر. غادي نرد الكل يتسلق مزيان ونعاودو نطلاقه. اخواتي كما كتلاحظوا معايا، فمن بعد ما طاب يعني الجزر والفواكه كاملين خليتهم تبردوا مزيان، يعني ضروري انكم تخليوهم يبردوا مزيان. غادي نجيبوا كاس الخلاط الكهربائي وغادي نبدا نوضع فيه. بسم الله، كميه كميه. وغادي نطحن، من بعد ما طحنت نصف الكمية فضروري انكم تدوزوها في الصفاية، يعني باش كتستا الصفايا الرقيقه بطبيعه الحال باش كيتستا مزيان. بهذا الشكل هذا، يعني الا جاكم ثقيل ضيفوا له شويه ديال الماء يعني انا ستيت النصف الاول. دابا غادي نوضع القسم ومتبقى لنا الفواكه. بنفس الطريقة غادي نكب شوية بشوية ونصفيه، يعني ضروري أن الصفاية اللي غادي ديرو تكون رقيقة بزاف. باش يجيكم يعني بحال كيتباع في الأسواق،
يعني كيجي عصير ما فيهش كاع داك اللب ديال الفواكه. صراحه انا هاد العصير هادي عارفاكم تجربوه وغادي ينال الاعجاب ديالكم 100%، حيت كيجي هائل. يعني بالنسبه للقصوحيه ديالو ممكن انكم يعني ديروا خفيف او خاصه على حسب نتوما والرغبه ديالكم. يعني انا تنستي كل شيء، عاد نشوف واش نزيد له الماء ولا لا. بهذا الشكل وغادي نكمل بنفس الطريقه اخواتي. فمن بعد ما صفيته كامل كيجي هذا هو القوام ديالو، يعني قاصح او خاطر. يعني انا مازال خصني نخففو على هكا شويه، كيعجبني يعني يجي مقاد ماشي شاد القصوحيه هذه كامله. ففهاد الاناء هذا ما بقاليش فين غادي نضيف النصف ديال الماء، غادي نصوب نصف الكميه، يعني قسمت نصف الكميه وغادا نضيف الماء. يعني الماء البارد ممكن انكم تستعملوا الماء عادي ديال الروبيني، يعني بحراره الروبيني. فهذا اللي كندير انا راه الماء غير ديال الروبيني، يعني ماشي الماء ديال سيدي علي. يعني صافي فهاد القياس هذا كما كتلاحظوا معايا. نضيف شويه في الخليط الاخر وكيكون العصير ديالنا واجد. كتخليوه حتى يبرد وكتشربوه بالصحه والراحه. بطبيعه الحال الكميه ديال السكر انا درتها قليله، نتوما ديروا على حسب الذوق ديالكم اخواتي. فهذا هو الشكل النهائي ديال العصير، كيجي بكميات كبيره، يعني غادي ينفعكم بزاف في رمضان يعني في خلال شهر ديال الصيف او الشهور اللي جايه ديال فصل الصيف. صراحه كينفع بزاف بزاف وطبيعي وكيجي رائع في المذاق ومنعش. فنتمنى انكم تجربوه وتقولوا لي كيفاش جاكم. ما تنساوش انكم تابوناو في لاشين باش توصلوا بجديد الوصفات. كذلك ما تنساوش انكم تدعموني بلي لايك ديالكم. ونهايه الوصفه، دمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.